محطة الرمل، روح اسكندرية. لما تقول مباني قديمة، كافيهات، محلات، أرزقية، وكله على الله، موبايلات، أجهزة، كل حاجة، يبقى عليك وعلى محطة الرمل. جولتنا بتبدأ من الترام عند محطة الرمل، وهو بيعتبر المحطة الرئيسية اللي بتقف عندها عربيات الترام بكل اتجاهات. على نفس الرصيف هتلاقي بياعين الكتب والحلبي بتاع الهريسة وجاد ومقلة مفيد، يعني محلات مشهورة في المنطقة. في كمان تريانون والعمارات القديمة. تريانون ده قديم جدا، والدتي كانت بتحكي لي ان والدي كان بيجيبها هناك في الخطوبة، يعني قبل مرحلة الخناق. ادخل بقى شارع شاكور ومحلات الموبايلات، سوق كبير، اشهر واحد فيه شناوي وبراندات تانية كتير. وفي نفس المكان في محمد احمد كلنا عارفينه، ده بتاع الفول والفلافل. وكمان هتلاقي البن البرازيلي، أحلى مكان تشرب فيه قهوة. عند تمثال محمد علي هتلاقي مقابر شيك قوي، تقريباً من أيام اليونان، وعواميد شيك. يا سلام على الهيبة يا محمد يا علي باشا. في ميدان سعد زغلول هتلاقي قاعدة مش فاهمة مسموح بيها كده إزاي، وتماثيل لناس أثرت في العالم مش بس اسكندرية، زي سيد درويش وحسن الاسكندراني الملقب بأمير البحار وغيره. فعلاً اسكندرية مرية، وترابها زعفران، ومحطة الرمل قلب اسكندرية. فحاولوا تحيوا قلب اسكندرية.